لتركيا علاقات خاصة مع روسيا وأوكرانيا، وفور بدء الحشد الروسي على الحدود مع جارتها لعبت أنقرة دور الوسيط. وعقب التطور العسكري في 24 من فبراير شباط مع إعلان روسيا بدء عملياتها العسكرية الخاصة على كييف، كان موقف تركيا واضحاً لناحية رفضها الحرب وتفعيل اتفاقية مونترو. فهل تحمي اتفاقية مونترو تركيا؟ وماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ أبرمت اتفاقية مونترو عام 1932، وتمنح تركيا بموجبها سيطرة كاملة على مضيقي البوسفور والدردنال، اللذين يربطان بحر إيجه ومرمرة والبحر الأسود. ومن خلال تفعيل الاتفاقية تكون تركيا عرقلت حركة مرور السفن العسكرية عبر مضيقها على البحر الأسود الذي يطل على روسيا وأوكرانيا. في أيام السلم يمكن للسفن الحربية العبور بإخطار دبلوماسي سابق مع قيود على وزن السفن والأسلحة التي تحملها، وتقييم ذلك يكون بناء على انتماء السفينة إلى إحدى دول البحر الأسود أم لا. لكن في وقت الحرب يحق لتركيا منع مرور السفن الحربية للأطراف المتحاربة، وإذا كانت تركيا طرفا في الحرب أو مهددة يمكنها إغلاق مضائقها. للمفارقة يمكن الالتفاف على هذه الاتفاقية، إذ تنص المادة 19 منها على استثناء الدول المطلة على البحر الأسود، حيث يسمح لسفنها بالعبور في حال طلبت العودة إلى قواعدها. وعليه يمكن للسفن الحربية الروسية المسجلة في البحر الأسود والموجودة خارجه العبور للعودة إلى القاعدة الأصلية. من هنا يمكن لروسيا إعادة تسجيل بعض سفنها في البحر الأسود لتسهيل مرورها عبر المضائق التركية. لكن هل ستخاطر تركيا بعلاقاتها التجارية الحيوية مع روسيا وتغير موقفها من الحرب، أم أنها ستبقى على الحياد وتستمر في لعب دور الوسيط؟